نرحب بخفة اليد طبعا والمهارة والحيوية. نرحب في الأخ معين البستكي اللي قالنا بتنطقون اسمي غلط معا، وفعلا قلناه غلط يا خديجة في البداية. اليوم هي نعم لا اسمه طبعا معين البستكي ضمن فقرة شباب الدار في قناة الظفرة، هو مختص في خفة اليد والمهارة والحيوية. حياك الله يا أخ معين. يا مرحبا أخي عبد الله. الله يسلمك. مساء الخير. أختي شحالك؟ تمام الحمد لله. يا مرحبا بكم، شرفني أن أكون متواجد معكم اليوم. شرفنا. هي أول زيارة لي لكم في الظفرة، إن شاء الله زيارتنا تكثر عندكم إن شاء الله في الأوقات اللي جاية. طبعا بس أهم شيء ما حد يختفي مننا، ما في لا اختفاء ولا طيران. أهم شيء المخرج لو اختفى مشكلة بعدين إن شاء الله. تعالى الله يحفظك. الله يسلمك. خبرنا قبل نشوف أي شيء عملي، خبرنا عن البداية كيف ومتى وليش. هي ألعاب الخفة لو ذكرناها باختصار بشكل عام في العالم العربي فن تقريبا منقرض بحكم الارتباط خلينا نقول الديني لكلمة سحر. نعم. فكل شيء يرتبط بالسحر كل ألعاب خفة ينظروا لك نظرة مو إيجابية. نعم. فأنا حبي لألعاب الخفة بدأ يوم من يدي رواني أول لعبة خفة يوم شفته، يوم ياب درهم إماراتي حطه في حلقه قلت يمكن يوعانا لست سنوات وكان يعض عليه ويطلعه ولأن هي مقصوصه نص، فثبتها شويه وانا شفت قلت ما اعرف حركها ثواني ولأن رداها مره ثانيه درهم كامل. فانبهرت صرت الفريج جنبتي مال 20 درهم، قلت لي يدي هاك 20 درهم حول لي اياهم دراهم زينه بشتري لي دراجه هوائيه. قال ما اقدر لان الدرهم اللي كانوا وياه كانت اللي هي درهم نوع مال العاب الخفه. قابل يعني موضوع وراثه معين؟ الموضوع انا ترى مو كوراثه كان اجيال، انا يدي من وين اتعلم؟ ايام قبل احنا اجدادنا كانوا يسافرون للهند للتجاره. نعم. صحيح. فيدي كان مسافر للهند للتجاره، يوم سار هناك وانا شاف جماعه يسوون العاب خفه. نعم. فسار عند الليدر لهم. قال أباك تعلمني، قال زين مقابل مبلغ نقدي بعلمك. فعلمها كم من حركة، يوم يا ولا أبوي وعمامي مو بحابين يتعلمون. نعم. زخاني أنا أبو 6 سنوات، قال تعال بعلمك وبراويك. فمنها أنا انبهرت ومنها تعلمت ومنها عاد صقلت المهارة إلى أن الحمد لله نسوي أشياء حلوة للمشاهدين. ما شاء الله عليك. إن شاء الله. ما أدري إحنا في عندنا عرض أول شيء بنطلع به ولا بنبدأ بحركات خفة نقدم لنا شيء. العرض شو محضر لنا؟ زين اخت خديجه نحن ما نبغى ناخذ من وقتك كلام وايد. ايه؟ ممكن اذا انت ما بتتكلم خلال العرض اعرض وتكلم عرف الجمهور اكثر عن نفسك وعن برايح. انا ما عندي مشكله اختفي ان شاء الله المره الجايه عادي اطير. بس انا بنجرب وياك شيء، بنجرب وياك شيء. ابيك تاكدين للمشاهدين انت هذه اول مره تشوفيني فيها صحيح ومش متفقين على شيء ولا انت قالت لي شيء بكل مصداقيه. صحيح. نعم. ابيك تشوفيني الشيء اللي دائما البنوك ياكدون لكل عامل يفتح عندهم خلينا نقول حساب. نعم. ان السيكرت او السر لرقمك السري للاي تي ام ماشين. نعم. ما حد يعرف العاده. نعم. انت رقمك ما حد يعرفه، ربعك ما يعرفون. نعم. انت ما حد يعرفه، ما طبعًا. حد يعرف الرقم السري للاي تي ام ماشين يوم يحط بطاقته. نعم. انا بجرب شيء وياك بحاول بشوف يستوي ولا لا. ابيك تفكرين بالاربع ارقام للاي تي ام ماشين بس في بالك، لا تخبريني. اوكي. ابيك تطالعيني. ابيك انك اوكي تفكرين فيهم بالاربع ارقام. اوكي تفكرين فيه في بالك بس من غير ما انا اعرف. فكري فيهم، فكري فيهم، فكري. تخيل ان الاي تي ام ماشين قدامك وقاعد تهوسين الرقم السري فيه. نعم. اوكي في اوكي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 اول رقم، فكري باول رقم، اول رقم، اول رقم. افتح حلجك شويه كانك قاعد تقولينها من غير ما تقولينها، كانك قاعد تقولينها رقم 4 او رقم 4. صحيح. صح اوكي رقم 4. رقم 4 عندك في رقم 8، لا ماشي رقم 8 في 4 4 اللي هي مجموعهم 8 في 4 2 عندك. في الرقم اوكي في الاي تي ام ماشين اوكي عندك 4 في 4 2 بس في بينهم ارقام، في بينهم رقم في 4 3 4 2 الرقم السري. اوكي شكرا لك ما تقصر. الحين ما باكد عشان ما حد يسرقني. ما حد يسرق باكر محتاج تغير عاد تغير. بغير بين كود مالي. حول اسحب 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 يا مخرج اسحب اسحب اللي عند الاي تي ام ماشين. عند الاي تي ام يشتغل. الشنطه برا ترى. بس انت مو قالت لي المعلومه هاي بس ناكد للمشاهدين. لا اوكي. حد يقول بين كود مالي؟ هذا ما حد يعرف. بعدين شنطتي برا على فكره. عزيزه الله يحفظك يا رب ما شاء الله عليك. زين شو بعد؟ خلينا نجرب مع خديجه. أتمنى هي أبيك ترجعين بذاكرتك. نعم. ما تقولي لي بشيء. أبيك ترجعين بس قبل ما ترجعين أبا أكد بس
للمخرج والمشاهدين ان عندي انا صبورتين يا ابوياي. نعم. كون ان بدينا في المدارس الصغاريه. نعم. يكتبون على الصبورات سوالف هاي، فهي صبورتين وياي بس ناكد انه ما مكتوب عليهم ولا شيء. صح؟ نعم. زين، ابيك تساعديني بموضوع ثاني. تفضل. اوكي. ابيك تفكري لي ب شيء، بس قبل ما تفكرين كانوا فاضيين ما مكتوب عليهم شيء، ابيك تقبضين الصبورتين هاي في ايدك. تين تساعديني؟ وابيك تحركينهم شوي شوي. شيء موسيقى شيء تشويق. زين. يمين يسار شوي شوي. يمين يسار. ابيك ترجعين بذاكرتك. ترجعين ورا شويه. ترجعين بايام الطفوله. وابيك تفكرين باسم ربيعتك في ايام الطفوله اللي وايد كانت عزيزه عندك. زين. كان في حد وحده. اوكي. فكري فيها في اسمها. وحركي. انا احيانا اذكر في وايد من المقابلات ان في نوعا ما، وانا بس اكد للمشاهدين ان انا ما ارتبط لا مع جن ولا مع شياطين ولا من هالقبيل، ولكن هي اللي ارتبط معه كنت اسميه عبده. نعم. وانا صغير كنت اتخيل شيء شبح كنت اسميه عبده. نعم. واقول ان عبده يمكن يكون متواجد معانا اليوم بس معايا. فكري باسم الشخص اللي مصري عبده. انزين. ما اعرفه كان شبح يمكن قاعد من مصر. فكري باسم الشخص عندك، حرك يمين يسار كانه عبده قاعد يكتب لك المعلومه اللي في بالك على الصبوره. حلو؟ زين. اوكي صب. حطيني الصبوره. اسم ربيعتك ايام الطفوله كانت فاطمه. صحيح. فاطمه. وهني عبده. رقم البن كود مره ثانيه كتب لكم على الصبوره وكان ما مكتوب عليهم اي شيء مثل ما شفتوا. خديجة شو رأيك؟ ما أدري. هاي تعبر عن ذهولها خديجة. وقفت خلاص مسكينة تيبست. الفلوس طارت وفاطمة مع عبده الحين. ما شاء الله عليك. ارتفعت درجة حرارتي على فكرة. ما شاء الله عليك. شغلوا المكيف. طبعا معين، طبعا احنا صراحة أذهلتنا يعني الحركة جدا رائعة. ولكن طبعا هذه ما فيها تدخل، ما فيها شيء، ما عباره في شيء عن دائما انا اكد خفه اليد كيف يعني عمق العاب الخفه يعتمد على الشخص ومدى بغيه انه يبقى يتعمق في العلم هذا. نعم. هو علم وفن ممكن اي واحد، انا اذكر ذكرته مرارا وتكرارا، ممكن لاي شخص في العالم يتوصل لمراحل من العمق في العاب الخفه مو معقوله. نعم. انك ممكن تسوي اشياء خياليه، تطير ناس، تخفي معلم، تخفي شخص، تقرا افكار، تسوي هالاشياء. هذه ما فيها اي ارتباط باي جن، اي شيطان، اي عالم خارجي. نعم. هي كلها العاب خفه، تقنيات ممكن لو الواحد اراد. صحيح. وانا عندي حول ال 15 تلميذ حاليا. ما شاء الله. اللي اعلمهم العاب الخفه. 16. شلون؟ جايينك في الدرب 16. هالخشم. حاضرين. بس انه هي كفن موجود. احنا كنا ساكين الباب على الفن هذا. نعم. الفن هذا متواجد ممكن لاي واحد بغى يتعلم، واحنا عاد بيباننا مفتوح ممكن اي واحد يجينا. عندنا شيء ثاني بعد تقدم لنا؟ والله كان تبون يلا عطنا. فعندك اسئله بس اللي ما عندك. بس كنت بسالك سؤال سريع اذا ممكن. انت قلت ان بعض الاشخاص يسيئون فهم خفه اليد. نعم. تحت مسمى السحر اللي هو مرفوض يعني او انه منبوذ غير محبوب. نعم. غيرها من الصعوبات اللي واجهتك معين في هذا الدرب؟ كثير اشياء. مثل. انا يوم اني وصلت عقب الثانويه صرت عند ابوي، قلت ابوي انا قررت شو ابى استوي في حياتي، شو ابى اسوي في حياتي. قال لي هو واقف ويسمع، يبانا اوكي بيسمع لي شيء زين. نعم. دكتور، طيار، مهندس، طيار. ايه. قال شو بتسوي؟ قال بستوي لاعب خفه. انا قلت لاعب خفه ما وعيت الا بذاك الكف يعني. ما ياكل الا الدوار. قال ابوي سير كمل دراستك وخل عنك هالسوالف. الله يحفظه ان شاء الله يا رب. ليلة اليوم في عندي اشخاص من اهلي ومن الاقارب ومن الاصدقاء اللي معارضين للشيء هذا. اللي مو معه اني انا لاعب خفه. نعم. حتى ان في ناس قالوا نبي نشتكي عليك التربيع، شلون تسوي سوالف هاي؟ بس انا تاكيدا انا في برامج تلفزيونيه ظهرت فيها وحتى انا شرحت كثير من العاب الخفه. العاب الخفه نعم. كيف التربية؟ وكيف؟ إذا هي مهنة صارت، موهبة ومهنة. موهبة ومهنة الحين. أوكي. احتراف عندي. نعم. عندي عروض مختلفة لشركات مختلفة. عندي عروض بتسوي على مستوى الدولة. في أشياء جميلة نسويها. في دبي، في أبوظبي، خارج البلاد نسوي عروض مختلفة. ما شاء الله. فهي إن هل في معارضة؟ نعم.
بعد إثبات الذات خفت هاي الصعوبات وتحدي الأشخاص وتقبلهم جداً خفت صح؟ جدا هي كبداية المشوار احنا يوم بدينا المشوار هذا كانت صعبة. الفكرة كون إن في اختلاف بين ألعاب الخفة والسحر ما يسمى اللي خلينا نقول السحر الأسود ما كان موجود الناس ما كان عندهم ذاك الدراية إن في اختلاف لما إن ظهرت وايد برامج وإحنا ظهرنا وفي الناس من الأجانب ظهروا وبينوا إن في اختلاف ترى السحر ما هو ألعاب خفة طبعاً. في أشياء مختلفة بس صحيح. إحنا العادة كوني أنا كمتخصص في ألعاب الخفة أحاول أقدم أشياء تكون قريبة من ما ممكن قد يسمى بالسحر ولكن ما هي بسحر لكن ما هي بسحر لو أنا جيتك بكوتشينة وألعاب ورق كان بتقول زين هذا بكل واحد يسويه الله يستر عاد وفي التركس والألعاب هاي اللي يلعبونها شباب الورق في مشكلة أكيد مع الشباب زين خلينا احنا اضطربنا من نهاية البرنامج نبغى ناخذ حركة ثانية بعد احنا بناخذ بعد حركة مع الأخت خديجة أنا خلاص تركيزي على خديجة نعم بس إن تسمحون لنا يلا تفضل أخت خديجة إن شاء الله يعني أنكم بشيء بدك تساعديني فيه يلا ما عندك مشكلة انا بحط تبغى توقف وياك هناك الصندوق هني ابيك تمسكين داخل الصندوق وابيك تمسكين ما ادخل اصلا ابيك تمسكين الجاك هذا بايدك وانا بنأكد بس للمشاهدين ان هي ما هي هي اصليه بس ناكد ان هي اصليه نعم احنا ذكرنا ان عبده متواجد اليوم ويانا نعم حياه الله ابيك تجين وتحطين ايدك من خلال الصندوق هذا وتحطين الزجاج داخل ايه زين بس لا تدقي يعني تدخلي داخل بعد اكثر كان بترومين تعذرينا زين كان تبين لا تجي اوكي تجي فوق شويه حلو ما تدقين القاع ولا تدقين الاطراف اوكي لو عبد متواجد معانا اباك اخوي تساعدني بالموضوع حاضرين كان في طاقه قاعد تطلع نعم لو عبد متواجد معانا اباك تبين وجودك وانك متواجد معانا لو متواجد معانا ما اعرف يمكن تسويه ولا لا ولكن حتساعدني بعد انت وياه؟ حطها؟ لا كانك قاعد تدز لي طاقه اوكي حر ايدك اوكي ترى دزيت الحين انا بسم الله الرحمن الرحيم طاح عبده يا خديجه؟ طاح خديجه يا عبد الله فريده بسم الله الرحمن الرحيم قصرتي احنا كنا بنوقفها في الهواء بس الطاقة كانت سلبية عندك نحن جالسين بنوقفها انا اسف اللي سيختك ما كان السبب لحظة بنسمع كلمة بس تفضلي شو خديجة شكرا لا مو بكذي كذا برضو يا عبدو كذا برضو يا عبدو شو شعورك يوم مثل ما شفت الحين خديجة في هذه الدهشة وهذه شو تحس؟ وبعد شكل عبده بعده لا انا بس اعطيها وقت انه تاخذ ايه ترد لي لا فعلا كان في قوة دفع يعني ما ادري بس مو خطرة هاي زين لا هو ترى حطها في مكان انا كنت خايف على يدك بس شكرا كنت خايف شكرا هاي المرة الجاية تسويها بشو اسمه بجلوفز يعني بجلوفز عبد الله وانا ماخذ البين كود مالي خايف على ايدي الله طبعا نحن لا يسعنا الا نشكرك صراحه ما شاء الله عليك يعني بس انا ابغى افهمها اذا ممكن بتلميح بسيط شو اللي صار؟ كنت بروح فيها شو اللي عبدو؟ صار؟ عبده وخديجه عبده وخديجه عبدو شكله عبده ما يشتغل الا مع البنات الله يسترنا معين البستكين احنا نشكرك تواجدك معنا لي الشرف لي السعاده انكم متواجد معكم متعذرين اختي لا بالعكس 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 الله يسلمك انا باخذ الفقره الجايه لان خديجه خلاص ما تقدر تتكلم نشكر وجود الاستاذ معين البستكي معنا اليوم